هخلصه لك بتليفون. مفيش الكلام ده. اسمع مين يا عم انت؟ مفيش الكلام ده. البيزنس ده انت سألتها في حاجه؟ انا قاعد جنبك من بدري اهو. اول مره اشوفها بالعصبيه دي. ما انت عشان بتجيش عندنا بقالك كتير. بس اسالها انت عشان مش هينفع اسالها انا. ازيك يا لينا؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ايه اللي زعلك كده؟ حكي لنا. فضفضي فضفضي. انت مالك اصلا؟ انا شكلي مضايقه؟ انا زعلانه؟ ده انا عايز اكلها، ده انا عايز اولع فيها، ده انا عايز اكلها. يبقى انت امان. انت خلاص شال الفن. خد احنا مش مين بس اللي زعلتك كده؟ قولي لنا التفاصيل. انت بتتكلم ليه اصلا؟ يعني يا كريم انا ما شفتش وحشه كده في حياتي. طبعا انا اعرف ناس قليله الذوق. طبعا شفت ناس بكحه. شفت ناس محتاجه شويه تربيه كمان. صح. لكن حد واحد يبقى فيه كل ده مع بعض؟ انا ما شفتش كده. انا ما شفتش كده. انت غلط. ليه؟ قشطان يا عم. ليه طقس؟ انت عرفت منين؟ باين عليك. واضح قوي كده. انت كنت فين من زمان يا شيخه؟ ايوه طلعي كل اللي جواكي. اغلطي اغلطي فيها. اقصد فضفضي يعني. انت مالك اصلا؟ يا كريم يا كريم الحقني. كريم انا ما شفتش وحشه كده في حياتي. ايه ده؟ معقوله كده؟ الوحشه قوي اللي ضايقتك دي. عايز بقى اسمع كل التفاصيل. حكيلي حكيلي كل حاجه. ايه الموقف اللي حصل؟ حكيلك انت ليه متحكي لنا لجوزها يا عم؟ انت يا كريم اي حاجه. ليه يعني ليه مونيكا تعمل معايا كده يا كريم؟ ليه تعمل معايا انا كده؟ ليه؟ مونيكا انت تعرف مونيكا؟ انا اعرف دلوقتي. مونيكا عملت كده؟ مونيكا تعمل كده؟ بعد كل اللي عملتيه معاها؟ معلش هي انهي مونيكا فيهم؟ اللي هي العينيه خضراء ولا التانيه اللي شعرها اصفر طويله دي؟ كريم هتشلني. هتشلني يا كريم بجد هتشلني. نتكلم بجد بقى. نتكلم بجد كنا بالراحه كده. ايه اللي حصل عشان انت طول عمرك بتجيبي سيره مونيكا بكل خير؟ ايه اللي لا حصل؟ لا معلش لحظه واحده. لحظه واحده ثانيه بقى. انا اللي بتكلم عنها كويس، وده مش معناه ابدا انه هي حد كويس فعلا. طبعا. لكن انا اللي بتكلم عليها بشكل طبعا. كويس معلش تفرق كتير جدا. احنا عايزين نعرف بقى هي ليه مونيكا ليه مونيكا بقى حد مش كويس؟ قولي لنا كل حاجه. عشان هي انت مالك اصلا تاني؟ عشان هي مش كويسه. عشان عشان انت هتغلط هي. انا مش سامع. هو انا ازاي هتكلم عنها وحش كده قدامهم؟ ما انا كده هشوه صورتها قدامهم، وانتوا اكيد طبعا عارفينها. انا ما اعرفش مونيكا. وبعدين هي ما عملتش اصلا معاكوا يعني موقف وحش او حاجه. تمام. انا هشرب حاجه وههدى لوحدي هبقى زي الفل. لا 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 ليه نشرب حاجه دلوقتي؟ نشرب حاجه بعدين. كملي هي تستاهل ولازم تاخدي حقك منها. طلعي كل اللي جواكي. اغلطي فيها براحتك. تستاهل. اللهم مغزيك يا دياب. ما بقى يضربوا بيك المثل خلاص؟ انتوا كلكم بقيتوا لمحين كده؟ هو انت اللي باين قوي. النميمة آفة الأصدقاء. كل تجمع يقول الكتاب حيث لا نمام يهدأ الخصام، موجودة في أمثال 26:20. إيه هي النميمة؟ النميمة هي كل إشارة يعني أعمل كده، أغمز، أعمل بإيدي كده، أعمل كده. النميمة هي كل إشارة أو كلمة أو جملة أو تعبير أو قصة تتقال عن شخص من ورا ظهره، ويكون النتيجة منها أو الهدف وراها إنك تقل منه قدام الناس. مش زيادة شوية إنه الإشارة تبقى نميمة؟ مش أنا اللي قايل كده، ده سفر الأمثال 10:10 بيقول كده: من يغمز بالعين يسبب حزنا. الكتاب المقدس بيحذرنا من النمامين في جماعة الرب، ودي مشكلة كبيرة. فبيقول النمام يفرق الأصدقاء في أمثال 16:28. عارف يا صديقي إيه اللي يعمل التحزب في أي مجموعة؟ وجود النميمة يعمل تحزب على طول، وهي السبب لعدم قبولنا لبعض. إحنا قابلين بعض، يجي بقى سفير إبليس يقولك أنت ما تعرفش ده الأخ فلان، ده الخادم فلان، ده كان ده هو. تلاقي الناس كانوا بيموتوا في بعض، يتفكوا وتتقطع حبهم لبعض وتتقطع صداقتهم. ليه؟
بسبب النميمة، وبالتالي مش بس ما بنقبلش بعض، ده احنا بنكره بعض، وبعدها بتتفكك أي مجموعة. عشان كده لازم أي مجموعة وأي خدمة يحاربوا النميمة، وما يسمحش واحد منهم للتاني بالنميمة، لكن يوجه نظره إنها نميمة، ممكن التاني مش واخد باله. الكتاب المقدس بيحذرنا وبيحذر النمام ويقول: أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين أنك تنجو من دينونة الله؟ ده في رومية 2-3، أبدا مش هتنجو من دينونة الله، لأنه اللي بيزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ويقول: من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. رومية 14-4: أما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري أو تحتقر أخوك؟ لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح بما فيهم حضرتك أيها النمام. رومية 14-10: خد بالك اللي هينم قدامك هو هينم عليك، اللي هينم قدامك هينم عليك، احفظها، اللي هينم قدامك هينم عليك، احذر الشخص ده. مهم جدا لأي فريق خدمة إنه ما يسمحش جواه بأي مرض من أمراض اللسان، لأن روح النميمة هي أخطر حاجة بتسبب زيادة الجرح وتفرق بين أي جماعة أو حتى بين الأزواج أو الأصدقاء أو الإخوات. أنا بسأل نفسي قبل ما يقع لساني في شكاية ولا نميمة أو إدانة أو أي حاجة على حد، بسأل نفسي ثلاث أسئلة: هو الشخص اللي هكلمه دلوقتي عن الشخص التاني محتاج قوي يعرف اللي هقوله؟ نمرة واحد. نمرة اتنين: هل اللي هقوله هيجرح الشخص التاني أو يشوه صورته قدام اللي بيسمعوا الحكاية؟ النقطة التالتة: أنا ليه عايز أقول الكلام ده؟ هل عشان أحذر حد منه ولا هي نميمة وخلاص؟ عارفين فيه كده مرات شوية أصدقاء يقعدوا والقعدة عايزينها تحلو لأنها ناشفة قوي، فيقولوا إيه؟ ما تيجوا نتكلم على حد، تعالوا نتكلم عن الناس، ويمسكوا أي حد ويقعدوا ينتفوا في ريشه. الكتاب قال: إذا أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه، مش اذهب وشهر بيه. ولو ما أخطأش ليك فدخلك إيه أنت علشان تتكلم عنه؟ عشان تراضي أصحابك؟ هل أرضى إنه يحصل ده معايا أنا؟ إنه يحاول شخص يشوه شكلي قدام الناس التانية؟ أقبلها على نفسي؟ أنا عايز أقول حاجة مهمة: تقريبا كل أنواع النميمة هتوصل لصاحبها إن آجلا أم عاجلا، هتوصل له، اللي هتقوله هيوصل للشخص اللي أنت اتكلمت عنه، يعني اللي اتكلمت عليه هو هيعرف، هيعرف أنت قلت إيه عليه. أنا عندي فكرة، ايه رأيكم نتبنى فكرة النميمة الإيجابية؟ يعني ايه؟ نتكلم عن اي شخص تيجي سيرته قدامنا بالخير نشكر فيه، ما نعرفوش خلاص نقول ده شخص زي العسل، طب سمعنا عنه حاجة مش كويسة نسكت ما نقولش حاجة وخلاص، لكن ابدا ما نشتركش في تشويه سمعة حد. ليه بقول كده؟ عشان زي ما اتفقنا انه النميمة سواء خير ولا عيب هتوصل لصاحبها وهيعرف، فخليه يعرف انك اتكلمت كلمتين حلوين في حقه او ما اشتركتش في تشويه سمعته مع اللي كانوا بيعملوا كده. طب فرضا واحد اتكلم غلط على واحد قدامي وانا عارف الشخص ده كويس، اقول الحلو اللي فيه، يمكن التاني يحرج او يغير فكرته. انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين، لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك ايضا. رومية 2-1. لا
وبنكمل مع بعض حلقتنا النهاردة. بنرحب بأليس لوقا معانا وبكريستين عادل. أهلاً بيكم. في الدراما احنا شفنا مع بعض موقف ممكن يكون بيعدي معانا كلنا، وسمعنا رأي الكتاب في الموقف ده. عايزين بخبرتكم نعرف رأيكم الشخصي في موضوعنا النهاردة. هو أنا يعني مش شايفة أنه النميمة دي حاجة غلط. مين اللي قال أن هي مش مقبولة اجتماعيا؟ أولاً الكتاب المقدس اللي كل العالم مش المسيحيين بس بيعتبروه الكتالوج للواحد علشان يعيش سعيد ومحبوب وناجح. أيوة، ما هو أنا سمعنا ده في التعليق، لكن كل الناس متفقة أن هي مش حاجة غلط يعني. عشان كده تلاقي أغلب الناس بقيت قلقانة من بعض ومجروحين من بعض. ما هو أنا هقولك على حاجة، إحنا لما بنكون قاعدين كده مع بعض في قاعدة وزهقانين ومش لاقين حاجة نعملها وعايزين حاجة تسخن القاعدة كده، بنجيب سيرة حد ونقعد نتكلم ونهزر، وهو كله تهريج، ومال هنضيع وقتنا في إيه؟ أيوة يا جماعة، بس يعني الكتاب بيقولها بصراحة في أمثال 16 عدد 28 بيقول كده إنه النمام يفرق الأصدقاء، وفي أمثال 26 وعدد 20 بيقول إنه وحيث لا نمام يهدأ الخصام. ما هو إحنا برضو عارفين إنه أي حد مش موجود بيبقى هو ده اللي بنت القعدة. طب وإنتي قبل إنه يتعامل فيكي كده في متى 7:1 لا تدينوا لكي لا تدانوا. يا جماعة يعني موضوع أبسط من كده، إنتوا ليه مقفرين الكلام قوي كده يعني؟ طب انت عارفة عندنا مقولة في الفريق بتقول انه لو حد اتكلم على حد قدامك هيتكلم عليكي قدام الناس التانية. بصي، هو ده كده كده بيحصل، بس مش بيعمل مشاكل كبيرة قوي ما بين الشلل او ما بين الناس. خلاص، ايه رأيك اني اروح للشخص اللي بتكلمي عليه غلط واقول له اللي انت بتقوليه عليه؟ هيكون ايه شعورك يا طار؟ لا يعني اكيد مش تبقى حاجة حلوة ساعتها. يا جماعة معلش اسمحوا لي أتدخل هنا في آيتين هيساعدونا قوي إننا يكونوا فيصل في اللي احنا بنحكيه ده. في متى 7:12 بيقول كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. وكمان في غلاطية 6:7 بيقول لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، يعني الله ما بيضحكش عليه. وبيكمل وبيقول فإن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. بصي، هو احنا لما بنبقى بنتكلم عن حد بنبقى بس عايزين نحذر الناس من شره مش أكتر. الموضوع ده صحيح، بس لما يكون الشخص طبيعته كده يعني نمام دايما. طب أهو الحمد لله اتفقنا على حاجة. أيوة، بس انت عارفة احنا مش كاملين، وكمان مرات بنبقى مش في أفضل حال بصراحة، فبتخرج مننا كلمات أو تصرفات وإحنا عارفة تحت ضغط، فما بنبقاش قصدين خالص. أيوة أكيد طبعا ده طبيعي. هل تحبي إنه الناس تمسك لك على الوحدة كده وقتها؟ والكتاب زي ما سمعنا في التعليق في رومية 14:4 بيقول من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. هو إحنا بس بنبقى يعني بيبقى الحد ده غلط فينا جامد قوي، فبنبقى بس عايزين نفضفض يعني. أيوة، بس هو يعني الرب اتكلم عن موضوع عدم الغفران ده بوضوح في رومية 12:19 وبيقول كده لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب ليا النقمة أنا أجازي يقول للرب. سيبين ربنا هو يتصرف معاه. هو أنا بس عايز أتدخل في حتة صغيرة هنا، لما بيقول أعطوا مكانا للغضب يقصد الغضب الإلهي. دي في العهد الجديد كلمة الغضب أغلب الوقت مش كل الوقت دايما تساوي الغضب الإلهي، أي divine wrath. فبس ناخد بالنا دي لما بيقول اعطوا مكانا للغضب، يعني وسع لربنا ان هو غضبه يجي عليه مش انت بس. هو في حاجتين ما ينفعش نسكت عليهم في النميمة عموما ونقول لا دي تعتبر نميمة. خدوا بالكم، نمرة واحد لما يكون في حد متقدم لحد في الجواز، ولما يكون في حد متقدم لحد في الخدمة. يعني ايه؟ لو جه أخو العروسة وبيسألني بيقول لي إيه رأيك في فلان، وأنا عارف مثلا
ان هو عنده مشكله ما ينفعش نتغاضى عنها، زي مثلا هما ما بيحبوش التدخين وهو بيدخن في السر، ما ينفعش اسكت اقول ايه كويس انا مش عايز اكون نمام، لا ما ينفعش اقول كده. وكذلك لما يكون في حد في الخدمه وجايين يقولوا لي انت كنت القائد بتاعه في الفريق اللي فات، هل هو عنده حاجه؟ ويكون مثلا هو نمام عايز يدمر الفريق او متكبر او بتاع خناقات، ما ينفع، او بيدخن او بيعمل حاجات لا تليق، ما ينفعش خالص ان انا اسكت واقول لا دي تعتبر نميمة، لا، لانه كان في خدمات كتير على وشك ان هي تتهد وتتقفل لانه الاعضاء بتوعها افتكروا انه دي نميمة لما نقول للشخص المسؤول عن الفريق او عن الكنيسة او عن الاجتماع عن الشخص ده على حاجات هو بيعملها غلط. حد عنده اراء تانية او لا كده تمام؟ وبكده نكون جينا لنهاية حلقتنا النهاردة. ميرسي قوي يا أليس، شكرا ليك يا كريستين. يا رب أتمنى أنه يكون كلامنا النهاردة نور عينينا على وسوسة وكذب إبليس في خداعنا ومحاولة تشويه صورة الله في عينينا، ونشوفكم في حلقة جديدة من وسوسة.